إلى موضوع آخر، حيث شهد الجامع الأزهر الشريف تجربة بإلقاء خطبة الجمعة حول الحج وأحكامه بلغة الإشارة، وذلك في إطار خطة التطوير التي يتبناها الجامع الأزهر لتعظيم الاستفادة من الموضوعات المطروحة بالخطب والدروس العلمية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة. وقال الدكتور محمد مهنا المشرف العام على الرواق الأزهري إن تلك الخدمة الدعوية تأتي إضافة إلى ترجمة الخطبة باللغات الأجنبية واستخدام وسائط العرض الفعالة المتاحة من خلال مشروع الرواق الأزهري تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. أهلا بكم مشاهدينا من داخل جامع الأزهر، ورصد لتجربة لأول مرة تحدث في هذا الجامع وفي أحد أروقة جامع الأزهر، وهي تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة. بالفعل كاميرا الحياة الآن تواجدت هنا في جامع الأزهر لرصد هذه الفكرة، وأيضا يعني معرفة انطباع يعني المعنيين بهذا الموضوع وكيفية أو تقييم هذه الفكرة في أول مرة حدوثها في جامع الأزهر. مع الآن الأستاذ تامر بهاء الدين، وهو عضو ممثل يعني ذوي الاحتياجات الخاصه في المجلس الاعلى للمعاقين. بنرحب بيك. تمام. طيب انا برضه عايز اتعرف بحضرتك، وكلمنا برضه عايز هو اللي انا عرفت ان هو صاحب الفكره من البدايه، كلمني الفكره جات له ازاي وكان الهدف من ايه؟ هو قابل الشيخ احمد الطيب في الازهر وبداوا يتكلموا معاه عن طريق المجلس القومي لشؤون الاعاقه، فلازم يبقى فيه معلومات دينيه متاحه بالنسبه للصم في الدين، لان اصبح ان فيه توجهات دينيه مختلفه، فهو الاصم ما يعرفش كل حاجه، فلازم يكون فيه ترجمه لغه الاشاره عشان يبقى فيه اتاحه بالنسبه للصم للمعلومات الدينيه، عشان يكون فيه وعي للدين وعن طريق السنه والشريعه السامحه في الجامع. لازم يكون في جامع الازهر، لان جامع الازهر كبير، فكل الناس بينصب توجهاتهم وانتمامهم بالمسجد، فلازم يكون في توعيه دينيه للصم وعن طريق معلومات عن طريق ترجمه لغه الاشاره. فهو خايف من التوجهات الدينيه المختلفه، توجهات يعني منحرفه شويه، فهو لازم يكون في اتاحه عن طريق ترجمه لغه الاشاره للسنه والقران والشريعه السامحه. فشيخ الازهر كان موافق وكله كان مبسوط النهارده ان في ترجمه لغه الاشاره لاول مره في جامع الازهر. فهو دي اول حاجه. فالفكره الثانيه اللي هو بيحب يقولها كان نفسه ان هو يبقى فيه تفسير للقران الكريم وللشريعه الاسلاميه، فلازم يعرف تفاسير القران، هو مقصد ايه من القران، لان الصم كله نفسه القران بيفتحه من غير ما يفهم منه حاجه، فهو بيطلب ان هو يبقى فيه تفسير لغه الاشاره. ثالث حاجه بيطلبها هو بالنسبه للفتاوى، كل شخص من الاصم ليه اسئله، فلازم يكون فيه ترجمه لغه الاشاره عن طريق الفتوى، يسال عن طريق النت عن طريق فيديو مباشر بالنسبه للمترجم، او بس لازم يكون متاح داخل الازهر، نفسه يكون ده، فان شاء الله يكون في المستقبل وفي تطوير. الازهر لازم يكون عامل اتاحه بالنسبه للصم بعد كده ان شاء الله الجامعات سواء الدعوه الدينيه او داخل الازهر ينتسب ليهم الصم ويتم التعليم، فلازم يكون فيه مترجم. عايز برضو اعرف انطباعه بشكل عام وبشكل اللي كانوا متواجدين النهارده في الجامع، ويمكن اول مره زي ما قلنا في البدايه انها يعني تطبق في جامع الازهر، انطباعه ايه وهل هي بالفعل ادت ثمارها ولا لا؟ كله مبسوط وفي فوائد كتير بالنسبه، كله فرحان ان هو اول مره في جامع الازهر، فكله مبسوط، يعني كان في لذه في الاستمتاع ان هو يشوف لغه الاشاره في داخل جامع الازهر. فدلوقتي انت مثلا لو انت كمتكلم لو سديت اذنك بحاجه مش هتقدر تسمع، فهي ما فيش اتاحه بالنسبه لك، هو بالنسبه اصلا ما في مترجمه لغه الاشاره، فاصبح ان في اتاحه فكلهم مبسوطين النهارده. فان شاء الله يكون كل الصم موجودين بعد كده باذن الرحمن. شكرا ليك. شكرا. شكرا. شكرا ايضا مع ضيف اخر وهو من المعنيين بهذا الموضوع، نتعرف بحضرتك في البدايه. عصام عبد الرحمن المستشار الاعلامي للمجلس القومي لشؤون الاعاقه. اهلا بحضرتك. انا بس هستاذن حضرتك انه كمان يبقى معانا مترجم الاشاره، لان احنا بنخاطب شرايح الصم دلوقتي، وانا اتمنى على الاعلام المصري كله انه يعني يحاول نبقى كمان زي ما في اتاحه النهارده للصم انهم يتابعوا خطبه الجمعه، اتمنى انه الاعلام المصري يدي مساحه اوسع انه كمان الصم في المنازل يتابعوا كل الماده اللي انتم بتنشروها من خلال وجود ترجمه للغه الاشاره داخل اللقاءات او بقدر اوسع ان شاء الله. تطبيق هذه الفكره ونجاحها في اول مره حدوثها، يعني طموحاتكم بعد كده بتتطلعوا لايه بعد كده؟
الحقيقة عايز أقول لحضرتك بس بداية أنه باسم المجلس القومي لشؤون الإعاقة، باسم الأمين العام دكتور إيهاب هجرس وجميع أعضاء المجلس والعاملين في المجلس، بنتقدم بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب لاستجابته السريعة لمطلب المجلس ومطلب المهندس تامر بهاء الدين أنيس ممثل الإعاقات السمعية داخل المجلس بإتاحة خطبة الجمعة بلغة الإشارة داخل الجامع الأزهر. وإحنا الحقيقة كمجلس بنعتبر أن دي خطوة وبداية لخطوات إن شاء الله تكون جيدة، هدفها توعية وتوصيل الدعوة الإسلامية السمحة الوسطية إلى شرائح الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية بشكل يجعلهم يعني أكثر استيعابا للدين الإسلامي السامح إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، ويمكن كما تابعنا سويا خطبة الجمعة اليوم ولأول مرة يعني بتقدم بلغة الإشارة في أحد أروقة جامع الأزهر، وكما تابعتم نالت إعجاب الجميع. شكرا لكم وعودة مرة أخرى للاستوديو.